اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده اللي غادي نشوفوا فيها واحد الرد نتاع واحد الاخ مغربي كمال امير اللي كيرد على الصحفيه المغربيه اللي خدامه على قناه فرونس 24 اللي ولات دايره واحد الضجه كبيره على المنصه نتاع التيك توك، ولو كيطلعوا معها اساتذه مغاربه وجزائريين وكيناقشوا معها الموضوع ديال الصحراء المغربيه. هذه الحلقه هذه اللي غادي نشوفوا فيها اقوى رد عند هذا الاخ المغربي. نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في قناه تحت التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك والبارطاج لهذا الفيديو. هذا هو الخوت بالنسبه انا هاد السيده هذه اللي كتهضروا عليها وكنسميها انا بالخائنه او العدوه الخفيه اللي تكلم عليها صاحب الجلاله، ما كنعرفهاش وما عندي عليها حتى شي معلومه. التقط بعض الاشارات اللي كتبت على انها خائنه للوطن وعدوه خفيه، هادو اللي تكلم عليهم صاحب الجلاله، لكن انا كلامي ماشي ليها لان حثاله المجتمع لا يستحق ان نذكره. والمتنبي ذات يوم جاءه شخص فشتمه فقال له شخص اخر فلان شتمك؟ قال ذاك سفيه اراد ان اذكره فيذكره التاريخ، لذلك ما بغاش يذكر الاسم ديالو باش يبقى مطموس في التاريخ، ما يتعرفش لو كان تكلم بالاسم ديالو لكنا كنتناولوا الاسم ديالو دائما. انا كنتكلم على ولاد بلادي المغاربه الوطنيين الاحرار اللي هما كيدافعوا على عداله القضيه وعلى قضيه مصيريه ديالنا، ولاو كيردوها قضيه المتاجره في التيك توك. التجار الوطني انا كنتكلم، ربما هما على علم او بغير علم، اذا الا غلطوا خص بنادم يوقظهم. هذا الخوف وهذا الانبطاح ديالكم الى متى؟ انا الكلام ديالي كيكون قاصح وكيكون كلامي في الحقيقه والمنطق، واللي شاف كلامي عكس ما هو يعني المبدا ديال المملكه المغربيه فيقول لي راك غلط، الشريف وقف حبس تما، يخليني ينسالي. المهم على ايين هاد الناس هادو، حنا دائما كتشوفهم كيشوفوا عبد المجيد تبون كيدير حركه بسيطه كيجيو كيديروا لك تحليل سياسي عليه ويقول لك تبون مشى لهنا وجا لهنا وما دار هنا وصنع هنا. علاش ما سمعوش الكلام ديال صاحب الجلاله اللي حذر من هذه الخوانه؟ ها الملك محمد السادس راه شدد على ان وقت ازدواجيه المواقف انتهى، وقال اما المغربي اما المواطن يكون مغربيا او لا يكون. اذا هذه اللي تقول لك انا مغربيه وهي تقول لك الصحراء مغرب غربيه، اذا هذه راه اما ان تكون وطنيا او لا تكون. الملك محمد السادس شنو قال لنا احنا كمغاربه؟ وإنه بروح المسؤولية نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي. وقال وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، وقال لهم دقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا. إذا لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها والتآمر على 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 الوحدة الترابية مع أعداء الوطن. إذا الناس اللي كيجيو كيقول لك على أنها حق راها كتمارس الديمقراطية وعلى أنها حق حق حريه التعبير، ما تجيش امري لي تكون واحد الوساطه بين الوطنيه وبين التامر على الدوله والمملكه المغربيه. اذا هاد الناس يمشيو يراجعوا الافكار ديالهم ويشوفوا صاحب الجلاله اللي كيعطينا توجيهات وكيطلق رسائل للشعب المغربي، لكن كنشوفهم كيقول لك سياسيين وهم كيجهلوا في السياسه اي شيء. حاجه واحده اخرى، الملك محمد السادس شنو قال؟ ها شنو قال الملك محمد السادس؟ قال لك الوقت قد حان حيث يتعين على كافه السلطات العموميه مضاعفة الجهود واليقظة والتعبئة بالتصدي بالقوة لكل من مس بسيادة الوطن والحزم بصيانة الأمن والاستقرار ديال النظام. الملك محمد السادس كيقول لك إن المغرب يظل دولة لها حق التطور الديمقراطي ولا يوازي رفضه للاستغلال المقيت اللي كتنعم به المملكة المغربية بحرية وحقوق الإنسان للتظاهر وللتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته. أليست الوحدة الترابية رمز من رموز الدولة؟ اذا كيفاش وحده جايه كتقزم لك وكتبخت قزمت الاشخاص عندك هنا اخويا اخاي مراد، قزمت الناس اللي كيقول لك حنا كنفهموا وكنعرفوا، فاش جي انها كتقول لك حقا نديروا واحد الحوار اكاديمي وتجي وتقبط لك المكياج وتبقى تماكي لك تمشي دير هادشي فرونس 24. اذا كتشوف على ان هادو فقط خشاش الارض لا يرقى ان يكون يعني بالمستوى باش يناقش واحد الموضوع. اذا هي بخستهم وبخستهم قدام 3000 شخص ويجيو يدعون على انهم زعما لو ناقشنا وما الى ذلك. اذا الكلام خصو يكون قاصح باش يمشيو ويفهموا هاد الناس ويصلحوا الامور ديالهم. لماذا هاد التسييده فقط اعلاميه؟ دخلوا اعلاميين جاو بغاو يتناولوا موضوع الصحراء الشرقيه، لماذا لم نجد هؤلاء الناس يلتفون حولهم؟ لان موضوع الصحراء الشرقيه اهم من هذا الموضوع ديال الصحراء المغربيه. علاش ما لقيناش حنايا هاد الدكاتره وهاد المؤثرين الملتفين على الاعلاميين اللي دخلوا ومشاو بحالاتهم وكانوا كيتناولوا موضوع الصحراء الشرقيه؟ علاش؟ لان عندهم ربما عندهم قنوات في اليوتيوب، ربما شافوهم غادي نفسهم، ربما العلم لله. اذا علاش حنايا كل من اراد المتاجره بالقضيه الوطنيه كنلقاهم كيلتفوا؟ واش عندهم حتى هما بحالهم بحال التبونيين سياسه الملف الواحد؟ واش كتفهموا غير نقاش الصحراء الغربيه؟ واش ما كتفهموش كاينه نقاشات اخرى؟
علاش اي واحد يتم جاي يقول لك الصحراء الغربيه تلقى فيها 4000 مغربي وتم غادي فين ما كان جاي شي دكتور مصدي ولا شي دكتوره مصديه تم طالعه وتبقى لا الصحراء الشرقيه الصحراء الغربيه كانت في 35 و34 اش كتخربقوا علينا وتطرطروا علينا وتجيو تقولوا لنا الوطنيه. انا راني مغربي وطز على اي واحد اللي يجي يعطيني توجيهات. التوجيهات عطاهم لي صاحب الجلاله في الذكرى 48 ديال خطاب المسيره الخضراء الذكرى 48. جيو نتوما هنا تبقاو تفهموا علينا وتقولوا لنا ها ولينا جيو وانها تنظر الى لقاء اخر مع الاستاذه ما نعرف طرطوره الطرطوريه. سير لعندها انت الا كانت كتشرفك سير عندها انت. اشوف الخوت قضيه الصحراء المغربيه راه مبدا مصيري عند الشعب المغربي وقضيه امه وشعب. لذلك يجي واحد اخر انه يحطو في طاوله المفاوضات وراسو خاوي كيعرف غير الصحراء المغربيه ويجي يبقى هنا يناقش لكم باش يبردعوكم. اما كيمثلك حتى شي واحد انا كنهضر معاكم ما يمثلكم حتى شي واحد راهم كيشوفوكم قاطع ويوعدوها بمنصه كبيره توصل ل 10000 شخص. لاش باش حط لنا ملف في الصحراء المغربيه وتبقى تطرطق لنا في وجهنا في وجهنا قنابل. وسيدنا يوسف قال له شهد شاهد من اهلها. منين كتقولوا على انها مغربيه وتقول لك على ان الصحراء غربيه شنو خلات لي من الجزائري وبشهادتكم تقولوا على انها مغربيه وكتمارس حقها في الدستور التعبير حريه التعبير ياك الدستور المغربي كيقول حريه التعبير وقولوا الصحراء غربيه كيقول لك حريه التعبير وسبوا المقدسات ومزقوا بلادكم. تجي تقول لي انت الدستور المغربي كيتكلم هكا. اذا فين باغيين يوصلوا هاد الناس فين ما باغيين. الملك محمد السادس قال لك خصوم وحدتنا الترابيه ومن يدور في فلكهم يعني من يدعم هاد الخصوم ديال الوحده الترابيه. هذه جايه باغيه دير منصه ولا باغيه دير انتم كتشوفوا منصه انا راه كنشوف باغيه دير منصب ديالها هي منين جات بعدا فرنسا فيه مشات للجزائر. علاش الجزائر؟ لان المدير التنفيذي ديال قناه الجزيره جزائري. هنايا فسولها شكري قال لها علاش ما تجيش المغرب وتخدمي في قناه مغربيه؟ قالت له ما نجيش نخدم لان الهدف ديالها ان توصل لقناه الجزيره خاصها توصل لقناه الجزيره. اذا علاش مشات للجزائر؟ لانها باش غادي تشوفوا مع ذاك المدير التنفيذي يشوفوا لها بلاصه في الجزيره وراها دابا تخدم في الجزيره لانها دخلت تعطيكم العصير ودخلت تضحك عليكم ودخلت تبردعكم ودخلت تبين لكم على ان الدكاتره ديالكم راهم ما يسواوش بزقه في هاد التيك توك. كنضحكوا على الدكتور دومير وما الى انا عمرني شفت الدكتور دومير واقف مع واحد كيناقش معاه موضوع الصحراء الشرقيه ولا جمهوريه القبائل. اذا ماني المبردعين والمكرغالين هل المغاربه ولا الجزائريين؟ سيروا قنعوا الناس سيدي الدكتور دومير يمشي يناقش لنا شي واحد انه يقول لك الصحراء الشرقيه يقول لك الجمهوريه القبائل ما يناقشوهاش هادوك كيعرفوا فين كيضربوا. اذا هذاك راه ولو يبردعهم المهم كينشر واحد البروباغندا على بلادك اللي كتخليك واحد يهضر لك على نسب الملك يحشي لك القرطاس وكنشوف الاغلبيه كيبقاو ساكتين. علاش ما يتوجهوش لهاد الدباب؟ علاش ولينا كنشوفوا سياسه الملف الواحد ديال بلاد الكبرانه حتى هي اللي عندهم هنا. دابا نسير نفتح شي لايف شي واحد يقول لهم الصحراء غربيه يشوف كل شيء جاي جاي الدكتور وجاي الشيخ وجاي العالم والفيلسوف والردم. واحد يفتح الصحراء الشرقيه غتلقاهم كلهم ملبدين كلهم ملبدين تنتقدهم يقول لك ودي راه حاسدنا وراه دايرنا اش غنحسدك طاير اللي انت في البنك في السماء ولا شنو داير. هذه هي الهضره اللي خصها تهضر مع هاد الناس يا تعيقوا يا نفيقوكم يا ما كتمثلني ما كنمثلك وكلها عنده قضيته وجايين وخدامين الهضره والتخربيق والطرطير كلهم ملي كيشيت راه حقها كتمارس هادو بعد قول لي بعد كتمارس حقها الدستوري اياه. وما علاقتكم خليها تمشي تفتح منصه ديالهم خليها تمشي تفتح منصه ديالها وخلي المغاربه يختاروا حقهم الدستوري حريه الاختيار. علاش كتوجههم نريد منصه فيها 10000 سير انت يا خويا. علاش كتوجه المغاربه؟ اذا خليهم يختاروا. علاش كتشيتوا لها وعلاش كتكبروا البوجعران الشان؟ إذا هادشي هذا اللي كنتكلموا فيه راه خص بنادم يعيق خص فيه بنادم يعيق. والملك محمد السادس راه تسأل في هادشي وقال متى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي بناها المواطنون بتضحياتهم. متى كان قال لك متى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي بناها المواطنون بتضحياتهم؟ أين هما أجدادكم اللي مشوا تمثيلا لرغبة الحسن الثاني رحمة الله عليه 350 ألف مواطن مغربي؟ أين هي القضية المصيرية ديالنا؟ وتجي وتبقاو عجبوني غير منين يبغي ويسالي والله فات هو واحد النسبة الخوت هو ميل في الصحراء انتهى انتهى ملف الصحراء ملف الصحراء انتهى. علاش باش يقطع السبل لواحد اخر وغدا يلقاوهم ارانا الصحراء الغربيه عاوتاني جات اعلاميه الصحراء الغربيه. كمال امير ما جاش البارح عندك اخاي مراد باش الناس اللي كيعرفوا كمال امير ما يجيوش يحضروا في ذاك المهزله وانا ما كنلومش مراد. انا لو كان طلعت عندك لهنا غنطلع عندها جوج كلمات السلام الاخت لاباس بخير شنو بان لك انت يا الصحراء مغربيه ولا الصحراء غربيه؟ لا الصحراء غربيه مغربيه انت هبط عليها مراد هاد البغلات كل شعير لتحت. هذه هي الهضره اللي غتهضر معها تبخسها وتضرب لها هذاك البروباغندا اللي جايه كتخدمها وغتبخسها وحتى المغاربه غيشوفها ولات قد النمله. ماشي جالسه كاع هنايا فتحت لك الكاميرا وخدامه تبروفوكي في المغربيات وفي المغاربه ودير لك الماكياج.
واش هذا هي ديال تبت المراه المغربيه طلعت ديرنا بقى خصها غير تنوض تعرض لنا هنا وتضرب شي واحد يضرب لها شي اغنيه وتنوض تشطح وتقول لك انا مغربي. انا لا يشرفني هادو مغاربه بعدا اصلا. شوف المواطن المغربي اللي كان خدام في قناه الجزيره فضل على انه هي كتحلم توصل للجزيره. عندنا صحفي في قناه الجزيره فضل انه يضحي بداك المنصب على انه يدوزوا المغالطات على بلادو ويحشيوها له في قلب منبر. اما دي مغربيه خدامه في فرونس 24 المعلومات اللي كيعطيوها شحال من معلومه زائفه نشرتها على المغرب. تقول لي مغربيه علاش داك الصحفي المغربي اللي هو ولد مدينه تازه ما بغاش يا خويا يدوز المغالطات على بلادو؟ علاش وقف في التعراجي في الحلق ها وقالوا له تمشي بحالك ولا تسحب داك التغريده؟ قال لهم ما نسحبهاش ونمشي بحالاتي. هذاك هو اللي نقول عليها خويا مغربي، وهذاك هو اللي خصنا نقلبوا عليه ونجيبوه للتيك توك. واخا غيجلس لنا تما كنبقاو غير نشوفوا ريحه الوطنيه في الناس الاحرار الشرفاء اللي كيضحيوا بالمصالح ديالهم على ود البلاد ديالهم وعلى ود المواطنه ديالهم. ماشي تجيب لي انا وحده جايه وكل شيء كيقول لك حنا عارفين الهدف ديالها، عارفين الهدف ديالها، ولكن خصها دير منصة. سير اخويا لذاك المنصة انت. انا هذا هو كلام ما كنهضرش عليه، هذيك حوتالات المجتمع وها هو القانون جد عيني. وانا كنقولها حوتالات المجتمع، وتجي تقول لك واحد اخر يقول لك لا وحقها انها تمارس حقها، واحد يقول لها حقها بغينا الازدواجيه في المواقف، والملك كيقول لك حنايا كفانا ازدواجيه المواقف، وهو كيقول لك حنا بغينا رجل في الصحراء ورجل في المغرب. كيفاش رجل في الصحراء ورجل في المغرب؟ الملك قالنا بغينا رجل في الصحراء ورجل، قال لك قاطع السبول على من يهدد ها المصالح العامة للمملكة المغربية اللي بناها المواطنون والمواطنات باش بالتضحيات ديالهم. جيتوا انتم باغيين ديروا لنا. انا كنقول لكم انا ما كنتكلمش وكلامي ما عندوش وزن سياسي، وحنا هنا كنبقاو كنتوجهوا لواحد الحرب إعلامية اللي هي كتشن المملكة المغربية ديالنا وبلادنا، وهذه الحرب كتجي للعقول ديال المغاربة جاية للعقلي. ومن حقي انني انا ندافع على هذه البروباغندا اللي جايبينها لنا لهنايا وباغية تحشيوها لنا في وسطنا. وهي دابا تبدا بالتقسيم ديال المغاربه. شكون اللي جاب لنا اسعد القرعي ولا الفرعي ولا اللي تفرع لنا الراس؟ هما. شكون اللي استضافوه وبقاو يوكلوه وجلسوا كلاو معاه؟ واش كلا معاه شكري؟ واش كلا معاه الريفينو؟ واش كلاو معاه الناس اللي كيكتبوا؟ واش بقاو يشيسوا له سراوه المغرب هاد الناس اللي كيكتبوا الكومونتيرات؟ كنتوا انتم غير تكبسوا وتسردوا الهدايا وكاين اللي عطى الفلوس. جابوه وحشوه المغاربه واحد، ها اللي عطاه داسيه، ها اللي عطاه قطعه الارض، ها اللي عطاه. والمغاربه مساكن هنا يعوض ما نوجهوهم ان حتى لا بغى شي واحد يتعاون يتعاون مع المواطن البسيط. احنا جايبين الشحمه نزيدوها كي كيقول المثل زيد الشحمه في قاع المعلوف، وجايبينه وعطيوه عطيوه في التالي. ولا كيقول لك منين تغنوا بيناتهم في المصالح ولا ورا حق هذاك. كنا نعيطوا كنقول ما عباد الله ردوا البال، هذا راه خبيث كيقول لك على ان الايديولوجيه الدينيه في المغرب غير شعارات، راه كيقول لك الحكومه التيوقراطيه ردوا البال، هذا راه كيضرب في اماره المؤمنين، هذا راه كيخدم اجنده ايرانيه. قال لك حاسدينه والسيد ما قال والو، والسيد راه كيقول الصحراء مغربيه. ايوا سيدي هذا راه اقل ضرر من هذه اللي جايبينها لنا، هذا راه اقل ضرر. اجي شي واحد اخويا يدير عليا الفلسفه ولا يدير عليا اكاديمي ولا يدير عليا دكتور، فاش كنبغي نشوف الدكاتره كنطلع فين نلقاهم وناخذ معاهم صوره ويشرفني ناخذ معاهم صوره. اما الدكاتره التيكتوكيين ما كنبغيش نطلع معاهم قيس، لان الدكتوره المزيفه كثرت وشوهنا باسم الدكاتره ولاو كيتشكاو منها، والاساتذه شوهنا باسم الاستاذ ولاو يتشكاو منها. لذلك الى عندهم غا سياسه واحده، سياسه الملف الواحد بحال نظام الكبرانات، اخويا غا هز داك الملف ديالك وخرج علينا سالينا. حنا موضوع الصحراء جيني من 24 ولا جيني من 25 ولا 27، طز على اللي ناقش هذا الموضوع. انا في نظري وراه كلامي يجيكم قاصح، ونتمنى تقولوا كما ليعبر عن رايه وينتقد اللي كيقسم للوحده الترابيه ديالو، واننا نستحق ان نسمع هذا الكلام. لان البارح 3000 مغربي خدامه تنكل تحتها وجاي الناس قال لك حريه التعبير، حريه التعبير اجي قسم لي بلادي، حريه التعبير الدستور المغربي كيقول لك قول الصحراء غربيه وجمهوريه الريف، وضرب في الرموز ديال الدوله. هذا هو كلامي والفهم يفهم، واللي ما بغاش يفهم اخويا قال له الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. تحياتي والسلام عليكم، وانا ما كنهضرش على هذه الحوتاله، وراه حنا دابا كنعطيوها خدمه فابور مجانا، لانه ولات هي حديث التيك توك. كل واحد يمشي يفتح اللايف ديالو ويتوجه التوجه ديالو دفاعا عن الوحده الترابيه ودفاعا عن المبدا ديالنا حنايا ودفاعا عن المقدسات والثوابت ديالنا. لذلك كنبقاو تابعين حنا، هذه راه خرجتنا على الطريق كاع، خرجتنا على الطريق كاع. كل واحد يمشي سير اخويا بغى يطلع عند القروش ولا بغى يطلع في سير اختي الله يعاوننا ويعاونك. هتجي تقول لي لو مغربيه سير اعترف بها انت. ايوا نوض انا نقول لك صحراء غربيه وقول لي غدا وطني. شنو الفرق بينها وبين بين البوليزاريو؟ هذه بعدا باقي خدامه غير فرونس 24. نقول لك حاجه، راه كاين ذاك ميار راه عنده عائله خدامه في البرلمان، عنده عائلته وطنيين وفي قلب البرلمان، هو خائن وكيكون في الاقاليم الجنبيه، علاش كتسبوه؟ بعدا هذاك راه عنده عائلته نقولوا حقا راه خدامه في الدوله، راه وزراء. ها شنو الفرق بينها وبين هذيك كولومينا؟ وفرق بينها وبين اللي هذوك البوليخاريو؟ راه تاهما عندهم لاكارت ناسيونال المغربيه وكيدخلوا للعيون، كيتموا جايين كيديروا لنا لايفات في العيون. ها حتى حنا نمشيو معاهم نقول لهم هادو علاش تسبوا؟ حريه التعبير. ايوا متى كانت حريه التعبير كتضرب في المبدا ديال الوحده الترابيه؟
عيقوا صاحبي، واش تبقاو حنا نتوما غنقريتو سمعتو الدستور وسمعتو القوانين بديتو تفصلوا لنا البنود، والبنود ما تقراش نتوما تولوا لنا بحال تبون اللي قال لك ثالث اقوى دوله اقتصاديا وقبض الورقه التالي. راكم خربقتوا كلشي عباد الله، عيقوا ولا ما غتعيقوش، ولا ما غتعيقوش اخويا بزاف ليله، يلاه معينا نمشيو بحالاتنا. تحياتي لكم الخوت وانا معكم تحت الله يحفظك. اصدقائي العزاز كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا كنا طولنا عليكم. الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا جرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى على حلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والسلام عليكم.